عقدت وزارة الصناعة والتجارة مع أعضاء اللجنة الإشرافية لحماية المستهلك وأمانة العاصمة، عقدت لقاء لمناقشة ما تم إنجازه منذ انطلاق الحملة وطرح أهم الإشكاليات التي تواجه الحملة ووضع الحلول المناسبة لها. استمرارا لدور حكومة الإنقاذ في سبيل تخطي الأزمة الراهنة، عقد وزير الصناعة والتجارة لقاء مع أعضاء اللجنة الإشرافية للحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك والتي دشنتها الوزارة في محافظة صنعاء السبت الماضي. إلى الآن الحمد لله النتائج إيجابية، والتفاعل يعني الإيجابي الأكثر هو تفاعل المواطن والتاجر، وهذا شيء كبير جدا. إذا وصلنا إلى أنه التفاعل ما بين التاجر والمواطن، فهذا إن شاء الله يعني يوفر البيئة المناسبة لاستكمال العمل. عمل الفرق الميدانية يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلك عبر الرقابة على المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتالفة والمقلدة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، خصوصا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. الهدف من المشاركة هو تحقيق أهداف الجمعية وحماية المستهلك، حيث أن الحملة تعتبر الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك. الحملة وفي أسبوعها الأول تركز نشاطها على توزيع تعاميم إشهار الأسعار على مختلف المنشآت التجارية من محلات استيراد وجملة ومأكولات وخضروات وفواكه، كما بدأت بحصر المخازن ونوعية وكمية المواد المخزونة. الحملة تمشي قدما في بناء على خطوات منظمة مرتبة، مع التأكيد على أنه لا ينبغي أن تأخذ تلك الإخفاقات كمؤشر لإخفاق الحملة، بل إن الحملة الناجحة. تسعى الحملة على المدى البعيد إلى إنجاز قاعدة بيانات متكاملة لحماية المستهلك وخلق آلية عمل ميدانية بغرض إنجاز مهام الفرق التي تعمل من أجل سلامة المواطن. أكرم سران، اليمن اليوم.